عسامة، كنت عارف نبروك أكثر؟ نهد الجندوبي، قسم الأخبار إذاعة شمس فهم. شنو ما ليتاش إكزاكتو ما تعمل فيهم؟ ليتاش احنا ماك تعرف مقسمين بس كنفو متانا انتر بخصوصة دنفو متا انتين وانتر جورناليست تيرا. فهمت؟ انا نجم نقول جي لا شونس نخدم الزوز، نقدم الاخبار ونخدم زادا سور تيرا. احكينا شوية على برنامجك. نقدم الاخبار، نقدم الاخبار. احنا عندنا لي فاكاسيون نتاعنا معناتها عندنا الصباح متاع اخبار، نشره السبعه متاع الصباح، نشره الثمانيه، العشره نص نهار وماضي ساعه، ومن بعد النشرات المسائيه ديهم ماضي ساعه، ماضي ثلاثه، الخمسه، السته، الثمانيه، والعشره. ما وقتش تكون موجود انت؟ انا كيما اليوم مثلا عديت نشره مع ثلاثه، وما زالت نشره الخمسه راني قاعد نحضر فيها قدامكم، ونشره السته والثمانيه والعشره ان شاء الله. أهم خبر كنت تنشر فيه؟ أهم خبر لا نعطيكم لا أهم خبر عندي، عملت انترفيو مع عصام الشابي القيدي في الحزب الجمهوري، وعطى رؤية حزبه لمبادرة الجبالي، واجتمعوا البارح المكتب التنفيذي نتاعهم هما، وعطى رأيهم في هل ما تمشي لتحقوا بالحكومة الجاية ولا، وشنو رأيه في الوضع الراهن في تونس، وبعض الكلام الآخر. علاقتك بزملائك وبالمسؤولين؟ علاقتي طيبة، طيبة هاكم كيما ريتو، معناها أنا توا عندي عامين ونص نخدم في شمس فهم، هاكم ريتو كلنا بريسك فرد عمر، ما عرفتش كان لاحظتو اللي صغار كلنا في شمس، معناتها الكبير فينا عمره 25 سنة، صحاب قبل ما نكونوا زملاء، معناتها نتقابلوا لبرا، نتقابلوا في الراديو، أجواء طيبة برشا معناتها، وكلنا ديسك متاع الأخبار، متاع السبور، متاع الريداكسيون، متاع حتى ليزانيماتور، كلنا مع بعضنا. معناتها الخدمة باهية. شكرا لك، ربي يوفقك. عايشك.